إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر بالكون أشراق. يا ربي صل على محمد أشرف بدر بالكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وساهد ما قد تعوض. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد
ومن بحبل النبي توزاك يا رب. صل على محمد ومن بحبل النبي توزاك يا رب. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام وعلى yeah.
من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذوي سلطانه الواجه برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعزم زعنه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من بعد المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل عليهم أصرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المهبوب فانتصرت آثار سراب بعوالم السهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعترت بوجودها أقنف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم صل وسلم أصحاب الصلاة وتسليم على ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أبراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من صوابه فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجته وجمالا صلى الله عليه وترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق نور صلى الله عليه تبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أفرب الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك العذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه راية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك يا شيخنا يا سماء
يا خير الورى كما
شيخنا يا زمن يا فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقريب والتكريم نبذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بينة التصوير بالعالم المطلق الكبير أن جمال مشهود بالعين حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والمتون فما من صلب دمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موت استقراره وموت خروجه وقد قرت الأقدار الأزلية بما قرت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره بالأصلاب الباخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأبكار ظهوره وبهر فتألقت همة الراكب لهذه الحروب بأن يرقم في هذا الكرداس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الأرسل للطبيب عسر بعشار أنصاب ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتألقين بهذا النور المبين وإلا فعنا تعرف الأقلام أن شؤون خير الأناب ولكن حزني لا تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به بمولده من الفن الذي عم العالمين وبقيت رايته بالكون منشورة على من العين والشهور والسنين رأي التعلق بهذه الحضرة الكريمة والذي تشوق إلى سماء أنصابها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم وسامه ولعل الله ينبو به المتكلم وسامه ولعل الله ينبو به المتكلم وسامه ويدخلان من شفاعة هذا النبي الشامي ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أسرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد هان للقلم أن يختم حركته به الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وسمائله التي هي أحسن السمائل وهنا هسنا أن نثبت ما بلغ إلينا بسعن هذا الحبيب من أحبار وآشار ليتصرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزاها بهدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا بالأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقها الله هو النور المدام بهذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز بالعالم ومنه تبرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسناد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره
وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين بالخلق وآخرهم بالبعث. وقد دعت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأسرابهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة حقية، احتصت من ساءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من صرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم، حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من حسسته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي بالمخاوف آمنة أسيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أحساؤها بمعونة الله محافظة على هك هذه الدرة وصونها، فهملته برعاية الله كما وردت ورد عنها: حملا حبيبا لا تجد له ثقلا ولا تسكو منه ألما ولا عللا. هتم سهر بعد سهر من حمله، وقرب وقت بروزه إلى عالم السهادة لتنبسط على أهل هذا العالم بيوت فضله وتنتصر به آثار مجلسه الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أحباب نبي الله. سيزمن ولي الله
تألي وإلى عاشقين قواتع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قربا والوضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله والحمد، ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق القرآن فيها Oh.
سعاد ونرشا ربي بلغنا بجاه في جوار خير مقعد يا نبي سلام علينا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجازم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أهلاكه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجمد في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه
عليه وعلى آله. يا الله يا رحمن جلنا بالآمان بالوالي قطب الأقوان الحبيب سمان. يا الله يا رحمن جلنا بالآمان بالوالي قطب الأقوان الحبيب سمان. زاد شوق المعنى وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى
فأن سادت نسب رسول الله أجمعين. ولما نظم الفكر من درار أصحاب محمد يدي وقود توجهت إلى الله متوسلا في سيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مذكورا وفعلي به محمودا ويكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمال فتعود ظافرا وعلى باب ذاتي تهد الرهال فتعزها منه البيوضة الغامرة. نتوجه إليك بأصراف وسائر لديك سيد المرسلين أمنك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وفي سرك وحامل راية دعوتك الساملة الأب الأكبر المهبوب لك والمحسس في صروف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك بعبادك وساقي كوس إرسادك لأهل ودادك سيد الكونين واصرف الثقلين العبد المهبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل قدرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهز النبي الكريم ونتوسل إليك بصرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وانتفزنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وهشين وقايتك وأن تبلغنا من سرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تهرقنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من القادرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أنعم برحمتك الخاصة فلا تهرمنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسبعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظهره وأم ببركات وصريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد ودمغاية الدين القويم في جميع الأقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة. واكسب اللهم قربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين واكف الشر المعتدين والظالمين وبسط العدل بالولاة الحق في جميع النواهي والأقدار ويدهم بتعيين من إنك ونصرنا للمنعدين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالإذن العزيز من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالإذن العزيز من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالإذن العزيز من جميع البلايا وبالهرس المكين من الذنوب والخطايا وادمنا بالعمل بطاعتك والصدق في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وأتم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.